نروح لحدوتة كده عاملة مساحة انتشار كبيرة على السوشيال ميديا. الحدوتة دي قصة حب مصرية أوكرانية أبطالها عمرو وفيكتوريا. عمرو بيعمل فيديوهات مبهجة ولطيفة مع زوجته الأوكرانية وهو بيعلمها العربي، ده غير مواقف تانية كتير. تعالوا نشوف فيديو ليهم هما الاثنين ونرجع نرحب بيهم معانا في توب تريندينج. يا جماعه انا علمتها العربي كويس زي ما انتم عارفين، بس هو في شويه كلام وقع منها كده. بقول لك يا فيكتوريا، ايوه، دلوقتي لو احنا تعبنا وحبينا نروح نتعالج بنتعالج فين؟ المستشفى. يعني بوظت الكلمه خالص. ايوه. لو في حاجه بنحطها على المكتب بتنور لنا الدنيا، جابوره. ايه جابوره؟ اباجوره. اسمها ايه؟ اجابوره. هي واقعه منها شويه. بقول لك يا فيكتوريا، هي زيم هو ده تمثال شيفتشينكو؟ لا، شيفتشينكو. 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 اللهوي. بقول لك ايه يا زعيم؟ ايه يا زعيمة؟ على فكرة انا بتكلم عربي احسن منك. تتكلمي عربي احسن مننا؟ ايوه اقسم بالله. طب ماشي، طب تعرفي تقولي لي نكتة؟ انت عاوز نكتة؟ ايوه عاوز نكتة. طب قولي لي. قولي. مرة واحدة فكهاني، ايوه، دخل بتراب، ايوه، مات من الخوخ. مات من الخوخ؟ ايوه.